بتعملي ايه؟ خططين يا شماء، انت اللي جابك بدري كده؟ مفيش، جيت بدري اتمرن. المهم بس ما تغيريش الموضوع، كنت بتعملي ايه؟ مفيش، اصل جالي يعني فكره للشو بتاع الحيوانات فقلت يعني اجربه. وهي فين الحيوانات؟ ايه؟ ايه اللي ايه؟ فين الحيوانات؟ جوه، انا كنت لسه اطلعهم، هخش اطلعهم واجي. لا 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 لا، استني استني استني، ايه الحلاوه والجمال ده؟ هو انت لابسه كده ليه؟ عشان يعني اتخيل المود. تتخيلي ايه؟ اتخيل المود. سيبي بقى اخش اغير قبل ما حد يخش علينا. استني، ايه هو انت نفسك تقدمي الفقره؟ لا طبعا اقدم فقره ايه، ما اقدمش فقرات، هو انا ملحقه على تدريب الحيوانات اما اقدم فقرات؟ لا طبعا انا تمام كده. يعني ولا نفسك تغني؟ انا نفسي اغير. انا بشوفك كل يوم هنا وانت واقفه تغني وكاني في جمهور عريض قاعد يسقف لك. انت صوتك حلو قوي على فكره، بس لو تفكي شويه هتبقى زي الفل. هو انت شفتيني ازاي؟ من فوق. من فوق؟ اه. طب ابوس ايدك بقى، خليني اغير عشان في ناس هتخش دلوقتي عليا وانا هنهار. يا بنتي فكي بقى، هتموتيني. ما انا فكت اهو، اعمل ايه اكتر من كده؟ يا بس استني بس. مالك يا مودي، بتطلع غلك في الاكل ليه؟ انت حالك مش عاجبني على فكره. انت في حد مضايقك في السيرك هنا؟ طب انت مش عاجبك الفقره؟ يعني اغير لك الفقره؟ طب قول لي مثلا افكار انت عايزه مثلا تحطها في الفقره جديده، انا اقول لك افكار، يعني نتناقش مع بعض، انا مش هزعل. هي برضه مش معبرك يا ابني؟ انت عبيط بتكراش على كلبه؟ كم مره قلت لك انت نسناس وهي كلبه؟ يعني ما تجوز لهاش؟ ما ينفعش. ممكن اعرف هو مين اللي ما يجوز لهاش؟ طمطم حضرتك مش معبره خالص، مع انه يعني يحاول كتير انه يلفت نظرها. هو مين ده؟ بودي نسناس. اه نسناس ده اسمه بودي؟ ايوه. آه. وما يجوزش لمين؟ لطمطم. لطمطم؟ اه. يا خساره. هم ايه يعني، متجوز اختها ولا ايه؟ لا انا فاهم حضرتك، اصل بودي بيكراش على طمطم وطمطم مش معبره خالص، فعشان كده هو مش عارف يركز في الشو. وعمل حاجات يلفت نظرها طيب؟ اه. وقف على ديله وكده وخدت بالها؟ للاسف طمطم وحشه. طمطم مين؟ طمطم الكلبه. طمطم الكلبه، هو بيكراش على طمطم الكلبه. بقول لك ايه يا مدمزيل، المسلسل ده لسه بيتعرض عندنا؟ ده مش مسلسل، دي قصه حقيقيه. والله وانت اللي متابعاها. بقول لك ايه، ركزي في شغلك وما تجننينيش. انت مدربه نسانيس، تاخدي بالك من النسناس عشان يطلع شكله حلو في الشو قدام الناس، مش تحلي مشاكله العاطفيه. لا وانا الاخصائيه النفسيه بتاعتهم على فكره، وان موضوع ان بودي بيكراش على طمطم ده في صميم شغلي، انا مش بهزر هنا على فكره. هايل. ممكن بقى تركزي في شغلك يا مدمزيل، بلا بودي بلا طمطم، علاقات مريبه. سيبك منه، ده راجل ما بيفهمش حاجه، ما اعرفش يعني ايه نسناس يحب كلبه. خد ازقز وانسى. رغم الزهر اللي مصلي لحقوق، شو ما تحكي وتشرح لي، كل عمري بداري عليهم بداري عليهم، بخاف يتعلموا ويقلدوا، ده مش بعيد يتعقد. كهربت اول ما مسكتها بدات تتشنج تتشنج. عمي انا قصه توتر من كمان عليها. ازيك يا ساندي؟ ازيك يا ساندي؟ انا جدك حسن التبعي وروحي موجوده في العربيه من ساعه ما مت. قولوا المصحف. يا نهار اسود. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، انصرف. شوف يا ابني عربيه رشدي يا باظه دي، رايحه فين؟ سلامتك يا رب الرحيم. انزلي. لا مش واخ. انزلي. لا 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 لا، انا حاسه ان هيغمى عليا. استقبلي. والله العظيم ما قادره. انزلي. وحياه امي ما قادره. انزلي كلمي الباشا. اه قلبي هيقع. قلبي هيقع. انزلي. حاضر بالراحه بس، بالراحه وانا انزل. بالراحه. حضرتك الظابط.
عربية غريبة وانتي غريبة، ايه الدخلة اللي انتي داخلاها دي؟ هو حضرتك لو قلت لك ان روح جدي طلعت لي في العربية، هتصدقني؟ ايه روح جده؟ وانا عبيط عشان اصدق الكلام ده؟ هو انتي شاربة ايه؟ والله ما شاربة حاجة غير شاي بلبن. يا جبرك كده خلاص، لموا الكمين، هات البنت دي على شايفة البوكس ده؟ انا البلو بلاك اللي هناك ده؟ ايوه هو البلو بلاك دوت، هنروح بقى الاسم ونشوف جده ونضرب حجرين مع الشاي ابو لبن ونقعد نشوف الحكاية رايحة فين. يلا يا ماما روح على هناك على طول. طب والعربية انا مش هاخدها معايا؟ يلا يا ماما على البلو بسرعة. يلا يا ماما. حاضر بالراحة بس يا أستاذ والله بالراحة بالراحة. هات العربية. طب والعربية والعربية. بالراحة 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 بالراحة. إيه؟ آه يا حر الزبط والله أنا ما عملت حاجة. إيه ده؟ هو حضرتك معاكي وايتس؟ كمان مش عايزة حاجة. يا جماعة. لا والنبي والنبي. تعفر يا اختي؟ اعفر اعمل ايه يعني؟ تعملي ايه؟ بنت ناس وكيفها عليوي؟ تاخدي من انه دولاب؟ من دولابي. دولابك؟ انت عندك دولاب؟ مش باين عليكي. ليه هو حضرتك ما عندكيش دولاب؟ يا ريت، كانش ده يبقى حالي. ببيع قطاعي طياري يعني بالحته. هو حضرتك بتبيع هدوم؟ سبح، ببيع سبح يا اختي. كيفك ايه؟ فراوله ولا فانيليا ابيض يا ابيض؟ يعني لو حضرتك قصدك على التشيز كيك، يعني انا ساعات بحبها بصوص الفراوله وساعات بحبها بصوص التوت، يعني على حسب. كيك سميها كيك انت. سين لعجبتيني لقيمه، دماغك حلوه متكلفه عشان حدش في اسك بردك. فهمتك انا. بتجيبيه منين بقى؟ لا بصي، هو ماما هو اللي بيعمله في البيت. ابوك اللي هو في الطبخ؟ طب مية مية، انت تعرفين عليه والمصلحة تعم والتوزيع على يا اختي. بصي هو ابوه مش بيعرف يعني يظبطه قوي، بتاع كوستة احلى. اه ده انتوا تقال. طب بصي، انت تعرفيه على جوزي ويتعامل معاكوا لحد ما نخرج بالسلامة. واحنا يعني هنتعامل معاه ليه؟ في الكيك يا اختي، ما تركزي معايا كده. بصي سيبك انت بس عرفي جوزي على ابوكي وعلى كوستة وهو هيوزع لكم، وبأمانة الخير هيزيد ياما. كوستة مين؟ الخواجه يا ست اللي بتتعاملوا معايا. الله، لا خواجه ايه؟ ده كوستا، ده كافيه. كافيه كوستا؟ طلع كافيه. هي المدلعه جايه في ايه؟ جايه مع حضرتك في البوكس. طب ما تحضرونا يا بنات احسن. الخواجه كوستا ما طلعش خواجه، طلع كافيه. لا 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 لا، لو سمحتوا خلي في مسافه ما بيني وبينكم، اللي هتقرب مني انا مش هاسكت. والمدلعه هتعمل ايه يعني؟ هعيط. اتفضلي يا حضرة الظابط. انا اتبهدلت بما فيه الكفايه، انا بني ادمه محترمه وبشتغل شغلانه محترمه جدا. وبتشتغلي ايه بقى ان شاء الله؟ ثانيه واحده، ساندي ابراهيم التبعي، مدربه نسانيس. نسانيس؟ ما هو يوم ملحوس من اوله. يا بنتي انت شكلك كده على بعضك تحفه كده بعربيتك اللي انت راكباها، انت عايزه ايه بالظبط؟ يا فندم في واحد اسمه ابراهيم التبعي عايز يخش لحضرتك. ده مين ابراهيم ده كمان؟ ده بابا. بابا وجده في يوم واحد؟ خير يا باشا؟ بنتي مالها؟ دي يا فندم جدها بطل، ياما خدم الوطن وحارب الانجليز. يعني هو حارب الانجليز وجاي يفتكرها النهارده؟ يفتكر مين سعادتك؟ بنتك اللي بتقول كده، سمع صوته في العربيه خلاها كسرت الكمين. لا حول ولا قوه الا بالله، الحاله رجعت لها تاني. حاله ايه يا بابا؟ اصل سيادتك يا فندم يعني من ساعه امها الله يرحمها ما توفت وهي حالتها النفسيه يعني سيئه حبتين، ممكن يا فندم يعني ضغط الشغل مع الحاله النفسيه يتهيألها الكلام اللي انت قلته ده. وزي ما انت شايف بنت صغيره وبنت ناس ملهاش في المرمطه بتاعت المجرمين دول. انا هخرجها المره دي بضمان محل اقامتها، لكن لو شفت وشك ولا شفت وش بنتك ولا شفت وش جده تاني انا مش هعتقكم. وخدي نسانيسك اهي، وانت طالعه خدي المفتاح وانت ماشيه من الامير. يلا اتحركي. ما قلت لك مليون مره مش انا السبب، جده هو اللي خدني. والنبي اكنك ما تسمع، ما كده ما سمعتش حاجه يا باشا. اتفضل يلا 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 بتحكوا علينا من دول كده يا بابا كده. طلعني مجنونه قدام الظابط. اسم الله على ست العالين اللي اتقبض عليها عشان كسرت الكمين. قال عشان ايه؟ صوت جدها بيكلمها. ما تعرفيش كان بيكلمك من زينه كام؟ هو انت ليه مش عايز تصدقني؟ بقول لك روح وكلمتني وقال انه موجود هنا في العربيه من يوم ما مات فيها. ومن يوم ما مات فيها لغايه دلوقتي كان فين؟ كان مسافر اعاره ولا كان عايش في عربيه تانية؟ انت بتسالني انا بتساله هو؟ ما ترد يا جدي، ما ترد. هو كلمك من هنا؟ ايوه من هنا. من هنا؟ طب استني بابا. مساء الخير يا بابا، انا ابراهيم ابن حضرتك. يا ريت والنبي لو سامعني رد عليا. الله يرحمه. عايز ايه يا زفت؟ عامل غاغه ومش مصدق البنت ليه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، ده صوت من جد. انت جيت يا رزق يا بابا. مالكش دعوه،
انا اصلا جاي عشانها هي مش عشانك انت. عشان انا وحيد ربنا ما عملت حاجه. يا حبيبتي ما تخافيش، انا مش جاي عشان اذيك، انا جاي لك في امر خصوصي اكلمك فيه لما تبقي لوحدك بعيد عن بوز الاخص ده. لا يا ماما، لا يا ماما ما تاذينيش، والنبي ده انا بحبك يا بابا، انصرف، ده انا بحبك والله. بأمرت ايه؟ الا عمرك ما افتكرتني بصدقه جاريه ولا حتى قرصتين رحمه ونور، طالع جلد لامك. انا هسيبكم دلوقتي وبرجع لكم تاني. انا خايفه قوي، هو يا ترى عايزني في ايه يا بابا؟ بقول لك يا ساندي، هو انت في ميه مدلوعه على الكرسي هنا؟ لا ليه؟ لا لا ما تشغليش بالك، ما تشغليش بالك، خلاص ما تشغليش بالك. ايه اللي بيحصل لنا ده؟ مش عارفه ماما، انت كنت مصدقني في الاول. ما تخافيش يا حبيبتي، ان شاء الله كله هيبقى خير باذن الله. يا رب. بقول لك ايه؟ ما تخش انت الاول. اشمعنى؟ ده تكون روح امك لبدلنا جوه ولا حاجه. خش بقى يا بابا. في ايه؟ عمي؟ انت ليه ملبسك كده؟ عبايه مغربي جات لي هديه، قلت اصلي بيها العشاء. ايه؟ بقى العبايه المغربي تعمل فيكوا كل ده؟ والله انا زعلان. عيب ايه؟ شفتوا عفريت؟ لا سمعناه. سمعتوه؟ لا يخرب عليك، سيبتوا ركبي، هيبقى انت والمرحوم ابوك. ايه علاقه المرحوم ابويا باللي انتوا فيه ده؟ في ايه؟ جايين منين كده؟ من الاسم يا سيدي. يا ساتر، ليه؟ بسبب جده، دخلت في كمين والظابط افتكرني مجنونه. يا حبيبه جده، والله فكرك مجنونه؟ لا معلش، ملوش حق جده، اخس عليه النوتي. انت مش مصدقني؟ بابا سامعه معايا. سمع مين؟ بابا. بابا مين؟ ابوك روحه في العربيه يا عز. طب ما انا عارف. عارف من امتى؟ عارف من زمان. ايه المفاجاه في كده؟ اول مره تعرفه ان روح ابويا في العربيه؟ يا سلام يا اخو، لما انت عارف من زمان ما قلتناش ليه؟ عشان دي بديهيات، بديهيات يا جماعه، مش محتاج اقولها. امي الله يرحمها ستك كانت تمسكني وتقول لي يا عز يا ابني، ابوك روحه فيكو وفي بيته وفي عربيته. يا اخي بطل تهريج يا اخي، بقول لك ابوك روحه طلعت في العربيه وكلمتنا. بلاش كلام فارغ وتخاريف. كلمتكوا ده ايه؟ روح بابا، روح بابا يا روح بابا انت وهي. اقول لك على حاجه، لو مش مصدق انزل بص عليه اكنك بتطمن عليه. لا معلش، خليها فرصه تانية عشان حتى اكون جايب له معايا زياره، ما ينفعش ادخل على ابوك برضو، ايدي فاضيه. المشكله دلوقتي انه قال انه جاي عشاني، هيكون عايزني في ايه؟ انا خايفه قوي يا بابا. لا 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 ما تخافيش يا حبيبتي، ما تخافيش يا حبيبه عمه، ما تخافيش. هو جده تلاقيه زهق وحب يتفسح شويه، قال يغير جو، انت عارفه المقابر كاتمه وهو تربته قبلي. اقول لك هاتيه عندنا السيرك يتفسح وهنصوره مع كلب البحر ونقعده صف اول ونكرمه. انت بتتريق؟ ما انا لو ما اتريقتش هتجنن. عاوزه تجننيني يا ساندي؟ بقول لك ايه، انا مستحملك بقالي كتير وبقول ساندي بنت اخويا وبنت لطيفه واحاسيسها مرهفه ومشاعرها رقيقه وخيالها واسع، انما توصل ان جدك يطلع لك انت مخصوص، يعني ايه يجي لك مخصوص؟ طالباه من بره اونلاين؟ هزقني هزقني كمان وكمان، ما انت ياما بتهزقني في الشغل ومستعد تقول لهم ان انا بنت اخوك. انا 100 مره اقول لك مستر عز اللي في الشغل حاجه وعمه عز حبيبك اللي في البيت حاجه ثانيه خالص. مستر عز اللي في الشغل ما عندوش ياما ارحميني، وانا مش هسمح لبني ادم يقول لي انك مشغل بنت اخوك بالواسطه، ولو ان ده حقيقي، بس مش هسمح بيه برضه. كفايه نقر انت وهي بقى، وتعالى نشوف هنعمل مع ابوك في المشكله اللي احنا فيها دي. عندك حق يا ابراهيم، انا رايي تستهدى بالله وتنزل تقول لبابا يروح يجيب ماما وكل قتله العيله ونقعد نتعشى مع بعض عشوه لطيفه ونحل الموضوع. مش كده برضه؟ حتى في فردتين شراب حموت واعرف امي ودتهم فين، والله دايخ عليهم. يلا خلاص، يلا يا عالم يا خلل. انا استحلى اركب العربيه دي تاني ابدا. خلاص اركبي تاكسي. اه لا انا مركبش مع حد غريب. خلاص اركبي مع المرحوم، على الاقل المرحوم اولى من الغريب. ايه اخبار المرحوم؟ ايه لسه مفيش اي صوت. يبقى لسه نايم. بص يا حبيبتي، لما تركب العربيه على مالك كده واحده واحده، وخلي بالك من المطبات. ها ماشي. طب ما تيجي معايا والنبي. معلش يا حبيبتي، ده ما كانش في عمار بينه وبينه هو عايش، هيبقى في عمار بينه وبينه هو ميت. اتوكلي انت على الله وانا هقرا له الفاتحه هنا. طب ما تيجي واعزمك على كومبو والفروز الاكسترا تشيز اللي انت بتحبها. مش انت بتحبها؟ ده انا بحبها قوي قوي يا ساندي، بس انا هطلبها دليفري هنا. ماشي. ايه؟ لا لا مفيش حاجه. انا كده بيحبني، انا عارفه بيحبني.
الله يرحمك يابا، رزل دنيا وآخرة. إن شاء الله مفيش حاجة، مفيش حاجة. إيه دي؟ يخرب بيت كده. ألو، صباح استفت على دماغي، مش عارفة أنت عملت فيها إيه دلوقتي. إيه يا بنتي؟ وأنا قلت لك بخبي حتة ضلمة؟ أنا ضربتك في التليفون بس. ما هو أنا مدورت لها اليومين دول، إمبارح شفت يوم ما يعلم بيه إلا ربنا. ليه حصل إيه؟ هبقى أحكي لك بعدين، مش عارفة أتكلم دلوقتي. إيه ده، هو أنت لوحدك ولا معاكي حد؟ الاثنين، لوحدي ومعايا حد. اسكتي بقى. انت فزوره ولا ايه؟ اه دي قصه حياتي. اقفلي بقى والنبي اقفلي لما اجي احكي لك. باي. نسألك يا من هو الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم مالك القدوس السلام. الله، حلوه الاغنيه دي قوي، ولو اني ما بطيش بحطات الراديو بتاعت ايامكم دي. اوعي تحاولي تنزلي من العربيه. انا اسفه جدا يا جد والله. شوف انت حابب تسمع ايه وانا اسمحهولك. انا عندي قديم لو عايز. لا، ما انا مش جاي عشان اتسامر واسمع اغاني واتسلطن. امال انت جاي ليه؟ جاي عشانك يا حبيبتي. ابوس ايدك، بلاش الكلام ده، انا جدتي بتتلبش. اخص عليك يا ساندي، ده بدل ما تقولي وحشتني يا جد. والله العظيم وحشني قوي يا جد، ونفسي اقعد اتكلم معاك، بس يعني بعد عمر طويل، مش دلوقتي خالص وانا سايقه على سهوه كده. والنبي، ما انا ما كنتش اقدر استنى يا حبيبتي، انا جاي عشان مصلحتك. يا جد انا من ساعه ما سمعت صوتك وانا متمرمطه اخر مرمطه، ده انا دخلت الحجز مع ناس معفنه جدا. ليه بس كده؟ عشان الضابط ما صدقش ان انا كنت بكلم حضرتك. يعني معلش، انت لازم برضو تعذريه، مش كل الناس بيكونوا محظوظين وبتجي لهم فرصه ان هم يتواصلوا مع حد مات وشبع موت. المفروض دي حاجه تفرحك مش تزعلك. يا نوع الفرحة، انا هموت من الفرح. انت مش شايف انا بضحك ازاي؟ لا، ولسه فرحتك هتزيد لما تشوفي انا ممكن اقدم لك ايه واغير حياتك ازاي. على فكره انت اتفتحت لي بقوه هتميزك عن كل الناس. طب هو انت جاي عايز مني ايه بصراحه كده؟ والنبي قولي الحقيقه. انت حالك مش عاجبني، حبسه نفسك جوه امك، ولا عايزاش تندمجي وسط الناس. عايزاش، لازم تطلعي من الحبسه اللي حبسه نفسك فيها دي وتعيشي سنك وتختلطي بكل اللي حواليكي. بص يا جدو، انا اصلا ما بحبش اختلط بالناس. يعني ليه ان شاء الله بيعضوكي؟ الا بكون عايزه اعضهم من سخافتهم. وبعدين انا بخاف من الناس قوي يا جدو. غلط، لازم تحب الناس عشان الناس هم كمان يحبوكي وتحسي بالرضا عن نفسك، وساعتها نظرتك للحياه كلها تختلف. وهتبداي من النهارده، اول ما توصلي شغلك صباح على كل اللي تقابليهم وتبتسمي في الشغل. يا نهار اسود، انت عايزني اقول صباح الخير للي رايح واللي جاي؟ ده فيلم رعب بالنسبه لي، مش هينفع. ليه؟ هو انا بقول لك افتحي عليهم مطوه؟ انا بقول لك اتكلمي معاهم. اهو انا لو اتكلمت معاهم هياخدوا يدوا معايا في الكلام، وانا مش هقدر استحمل كده والله. وايه اللي يمنعك انك تاخدي وتدي معاهم؟ مش احسن من العزله اللي انت عايشه فيها دي؟ مش قصدي، انا قصدي يعني هما لما يتكلموا معايا هياخدوا عليا، وانا يعني متوتر من الناس جدا قوي. اعتبريه فرمان ولازم تنفذيه، والا عاقبك عقاب شديد. انت فاهمه؟ انا اسفه يا جدو، مش هاخد وقت مع حد، انا اسفه. بس انت ما عرفتيش ايه هو العقاب. اخلي الناس كلها تتفرج عليك وتبص لك وانت ماشيه في قلب السيرك، وانا بركبك الهوا واخليكي فقره يتفرجوا عليها وهم مش شايفيني، وساعتها هيقولوا عليكي مجنونه وكله هيتكلم عليكي. اهوي، هركب الهوا في السيرك؟ لو النبي يا جد، والنبي يا جد، انا ممكن يجراني حاجه لو عملت فيا كده. يبقى تنفذي اول طلب ليا، وتصبحي على كل واحد تقابليه وما تكشريش في وش حد، وهنتكلم تاني. اهوي، هقول صباح الخير كده عادي؟ حرام عليكم بقى، أنا آسف. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. أنت قلت صباح الخير؟ لا لا، أنا سمعتك بودني بتقولي صباح الخير. آه قلت. ليه بقى النهاردة بالذات ليه صباح الخير؟ أنا كل يوم بقولك أصلاً وما بترديش عليا. ايه النهارده اللي حصل مختلف؟ انت ممكن تقولها لي تاني؟ يعني ممكن نثبتها يبقى في كل يوم صباح الخير دي؟ انا قلت لجدي ما صدقنيش، اهو خدوا عليا في الرايحه والجايه. إيه؟ هو جدك جاي يزورنا هنا؟ لا لا، ما تاخدش في بالك، انا اصلا جدي ميت من زمان قوي. ايوه بس ازاي ميت وما صدقكيش؟ ما هي برضه غريبه دي، صح؟ انا مش فاهمه كميه التدخل اللي في حياتي دي. يعني هو لازم يكون عايش يعني عشان اكلمه؟ انا مش فاهمه يا استاذ. اطلاقا اطلاقا، انا ابويا وامي الله يرحمهم كل ما يوحشوني اكلمهم، ده انا كل يوم بالليل بقعد في بيتنا اكلمهم ويكلموني. انا اسفه جدا ان انا اتعصبت يعني سنه، بس بصراحه انا اعصابي تعبانه قوي يعني. خالص، انت تعملي اللي انت عايزاه على فكره، اتفقنا؟ اتفقنا. عندك اسبوع تعملي اللي انت عايزاه بعد صباح الخير دي. حاضر ماشي،
ميرسي قوي على ذوق حضرتك. ممكن اعدي بقى؟ انا يعني عايزه امشي خلاص. بس هو احكي لي، طب ايه موضوع جدك اللي بتكلميه؟ هو مين تاني؟ تدخل تاني؟ هو انا يا استاذ سالتك بتكلم المرحوم او المرحومه بتقول لهم ايه؟ يعني انا ما سالتكش يبقى ما تسالنيش. ممكن؟ انا اسف يا ساندي، انا ما كانش قصدي اضايقك والله، بس على فكره ما عنديش مانع تساليني انا بتكلم معاهم واقول لهم ايه. انا تقريبا مش بتكلم مع حد غيرهم، لان انا ما عنديش ثقه في حد غيرهم. انا شخص ما بحبش اختلط بالناس وما بثقش فيهم، ودايما بحب ابقى لوحدي كده، عشان الناس ما بقتش زي زمان يا سندي. طب اقول لك على حاجه، اديكي معديه اهو بالصدفه. امبارح كنت بكلم امي لسه، بقول لها ماما انا نفسي اكل مكرونه بشاميل زي اللي كنتي بتعمليها لي. جالي صوت في ودني كده بيقول لي بالظبط طريقه عمل المكرونه بشاميل، عملتها كانها هي اللي عاملاها لي. الله يرحمها. ربنا يرحمها يا رب. هقول لك على حاجه، ايه؟ يا ريتها ترجع ساعه واحده بس، ساعه واحده بس والله، وانا اللي اعمل لها مش هي اللي تعمل لي. انا اسفه جدا انا فكرتك يعني بالايام دي. بص انت لو عوزت اي وصفه اكل. والله انا كنت عارف انت باين عليك انك طيبه يا سندي، اجي لك واحده اعمليها لي. تجي لي ايه؟ شوف على يوتيوب، انا مالي. عن اذنك بقى عشان انا متاخره على المسانيس. يا بختك. ومين دول؟ المسانيس. انت بتعمل امشي 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 خلاص امشي. اهلا يا هانم، عندك تاخير نص ساعه، مخصوم منك ربع يوم. والله عندي سبب قهري هو اللي اخرني. قهري؟ اه قهري ده هناك في الوظايف المعتاده، انا هنا ما عنديش قهري، هنا النظام يطبق على الكل، على ابويا الله يرحمه. وابوك ذات نفسه هو اللي اخرني، ده رغاي رغي مش طبيعي. ايه ده ايه ده ايه ده يا مدمزل، ازاي ترفعي التكليف مع مديرك بالشكل ده؟ ايه ابوك دي؟ انا ما اسمحلكيش، احترمي مديرك. انا هكتفي بخصم الربع يوم وده اخر انذار ليكي. يا عمي بقى ارجوك يا عمي كفايه. عم الدبب ترك عمي دي هناك في البيت. انا لابس العبايه المغربي وبصلي بيها العشاء، انما انا هنا مستر عز، اسمي مستر عز، فهماني؟ مستر عز. مستر عز مستر عز. سوري والله بصراحه كده انا السبب ان اخرت سندي النهارده. فعلا؟ ايه ويا ترى ده حصل ازاي؟ اصل انا ماما تعبت قوي امبارح، وسندي بقى كتر خيرها والله وصلتني بعربيتها واصرت انها تبات معايا. لا الف لا باس على ماما، الانسانه الجميله دي اصرت تبات معاكي. طب وايه سبب التاخير النهارده؟ ما هو اصل ماما تعبت تاني قوي النهارده، وسندي بقى كتر خيرها برضو والله وصلتني. انت وصلتيني بعربيتك وللمستشفى وبعدين جينا على هنا. يا سلام، قد ايه ساندي انسانه جميله ومحبه للخير. معلش بقى يا مستر عز، نكمل كلامنا في البيت. فعلا فعلا والله يا مستر عز، دي ساندي دي صاحبه واجب قوي، واهلها دي اهلها ناس طيبين قوي كمان. انت عارفه اهلها؟ اه وحضرتك ما تعرفهمش ولا ايه؟ لا دول ناس كمل. طب ده انا حتى كنت لسه عندها بزورها في البيت اول امبارح. كنت نايمه. ومامتها بقى، مامتها كان هاين عليها تشيلني من على الارض شيل. فعلا؟ لا تشيلك تحت الارض شيل بقى، مخصوم منك نص يوم. كده يا مستر عز؟ طب انا عملت ايه طيب دلوقتي؟ ده تقدري تسميه بدل كذب وتحوير. اما انت هكتفي بالربع يوم. اتفضلوا شوفوا شغلكم. ماشي. الله يخرب بيتك، جايه تكحليها عمتيها ليه؟ هو كان باين عليا اني بحور؟ مفيش، اصل اللي ما تعرفوش ان مستر عز ده يبقى عمي وعايش معانا في نفس البيت، بس هو محرج عليا ما اقولش لاي حد هنا في السيرك. عشان مستر عز بتاع الشغل غير عمو عز بتاع البيت. يا نهار اسود، طب انا كده شكلي بقى عر قوي قدامه. طب والله العظيم كنت بحاول اساعدك وبطلعك من الموقف الزباله اللي انت اتحطيتي فيه ده، عشان يعني ما يقعدش راضي فيكي. هو كده لو ما رضاش حد جسمه يقعد ياكله. كان لازم يعني تتكلمي يا شيماء. بس انا مش فاهمه يعني هو عمك ازاي وبيطلع عينيكي كده؟ ده انت يا بنتي المفروض لو عمك ده نائب مدير السيرك ده انت تترسمي كده وتتعوجي على الناس كلها. عشان طول عمري فقريه وماليش حظ حتى في الواسطه. وبالمناسبه امي الله يرحمها اللي انت زرتيها اول امبارح دي ماتت من 5 سنين، يعني عشان لو حبيتي تقري لها الفاتحه ولا حاجه. شفت يا بودي اللي حصل لي النهارده؟ ساندي. لا لا معلش انا مضطر امشي. معلش عايزك دقيقه بس. لا كده جدي هيقفش لو ما كلمتوش. يوه هو انت كنت عايز حاجه؟ انا عايزك في حاجه محدش هيساعدني فيها غيرك. حاجه ايه؟ انا عايزك النسناس. نسناس؟ وتربي فين ده؟ في بيتنا. بيتكم؟ يعني انت عايزني اجيب لك النسناس ولا اعمل ايه؟ انا عايزك بس تفهميني اتعامل مع الناس ده ازاي، تديني مفاتيحه، تقولي لي اخليه يحبني ازاي، يفهمني ازاي.
هو انا اعرف ان الواحد يربي كلب قطه لكن نسناس يعني مش غريبه دي شويه ولا ايه؟ لا خالص مش غريبه شويه. وبعدين النسناس ده من احسن الحيوانات في الدنيا، اكتر كائن وفي النسناس. هو انت قصدك الكلب ولا النسناس؟ النسناس طبعا، بقول لك اكتر حيوان مخلص النسناس. وفي ايه ده بودي لسه قارني. طب اقول لك على حاجه، النسناس ده مش كائن سهل انك تعيش معاه، محتاج بيئه خاصه ومعامله خاصه وكده. انت اصلا لو شفت النسناس من بعيد ممكن تحبه وتقول عليه لذيذ، بس لما تقرب منه هتحس ان هو يعني مش هتستحمله الصراحه. لا 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 لا، ايه اللي بيحب حد بيستحمله تحت اي ظروف. وبعدين يا ستي انا بحب النسناس، انا عبيط وبحب النسناس. انت مالك؟ بحب النسناس. طب بص، لو انت الموضوع وصل معاك للدرجه دي انا ممكن اكلم لك مستر عز يجيب لك من والدك الجديده، او اقول لك انا ممكن اجيب لك من عم سعفان بيجيب نسانتها حلوه قوي، هتحبها؟ ممكن امشي بقى والنبي. عم سعفان انا متشكر جدا. انا كمان شكرا. معلش ايوه قلت لي مستر. انا اسف. اوكي انا اسف. ايوه هو اخبار بودي وطمطم ايه؟ اصل انا عارف والسيرك كله عارف ان بودي عينه من طمطم، بس هي ما بتفهمش. فده يعني عيب في بودي، ولا هو اللي مش عارف يلفت نظرها، ولا مختار فصيله غلط، ولا ايه؟ هو فعلا مختار فصيله غلط، بس هي كمان يعني مش عارفه تتاقلم مع بقيه الحيوانات، مش بودي بس. طب هنعمل ايه؟ هنعمل ايه عشان بودي تحس بيه طمطم؟ طب انت بتزعلي ليه؟ يا ستي بودي مقطع لي قلبي. ايوه طب انا والله العظيم لو في ايدي حاجه هعملها لهم هعملها لهم، بس اظن الموضوع محتاج معجزه. طب امشي 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 بقى امشي. ايه ده؟ ازاي يعني؟ يا سلام، يعني مفيش لا خضه ولا يلهوي ولا الحقوني ولا كراسي مبلوله. انا عملت اللي انت طلبته مني وصبحت على كل الناس. طب وحسيتي بايه؟ بص انا حسيت باحساس اول مره احسه، يعني مش عارفه اوصفه. هو ما كانش وحش، يعني انا اتبسطت شويه مش قوي، يعني حسيت ان انا ممكن اقف مع الناس عادي. كان حلو يعني مش قوي. ده بقى تقدري تسميه التصالح مع الناس. خليك دلوقتي مبسوط ان انا يعني نفذت لك طلبك. لا ولسه الانبساط الحقيقي لما تنفذي الطلب الاهم اللي انا عايزك عشانه. طلب ايه تاني؟ انا صباح الخير وقلت ابتسامه في الوش وابتسمت، اكتر من كده مش هعمل. انت شفت الكشك بتاع الغنى اللي عاملينه في السيرك عندكم؟ ايه ده؟ جدا هو انت بتخش السيرك عادي؟ لا بيوقفوني على البوابه ويقولوا لي ممنوع دخول الارواح. ركزي معايا بقى. ايوه ايوه شفته، في ناس مجانين بتخش تغني جوه كده. انا بقى عايزك تبقي مجنونه انت رخره وتعملي زيهم. اشمعنى؟ انت مش طول عمرك بتحلمي تبقي مغنيه وتنجحي وكل الناس يعرفوكي؟ لا ده كان زمان، دلوقتي لا خلاص، انا دلوقتي مدربه نسانيس قد الدنيا. ايوه بس خوفك وجبنك من الناس هما اللي مانعينك انك تاخدي الخطوه. انا جاي لك عشان اخليك تكسري الخوف ده وتحققي احلامك. هو انت سايب الدنيا كلها وجاي لي عشان اغني؟ هتستفيد ايه لما اغني؟ مش لازم نبقى مستنيين حاجه من مساعدتنا للناس اللي مننا وبنحبهم، انما في حالتك هترفعي اسم عيلتي لما تتشهري وتبقي نجمه قد الدنيا، واسم التبع اللي ياما خوف جيوش الاحتلال هيرجع تاني يرن. هو انا هغني ولا هحارب؟ هتحاربي وانت بتغني. ازاي بقى ان شاء الله؟ هعمل اغنيه تفرقع يعني جامد؟ صلاه غلبويه زي ابوك الغتن. والله بابا ده طيب وبيحبك قوي، ده دايما كان بيحكي لي على البطولات بتاعتك وعربيتك اللي كنت بتحارب فيها للانجليز. ده بروحي انه بيقول كده عشان عايز يشوف بيها على العربيه، ده عمره ما قرا على روح الفاتحه ولا حتى المعوذتين. هتنفذي كلام اللي قلت لك عليه عشان ما ازعلش منك وهتغني. اغني؟ انسى كده بقى، هتخليني اقلب على الوش التاني. اعمل اللي تعمله، انا اصلا بتكسف اغني قدام بابا. هتبقى لعنه يا ساندي، لعنه اصيب بيها اكتر حد انت بتحبيه. لعنه؟ لا والنبي يا جدو بلاش لعنه، والنبي ابوس ايدك يا رب يا جدو. ما هو انا من صباحيه ربنا وانا مش نايم طول الليل، قلت لي خايف اركب العربيه لوحدك، قلت لك حاضر ونفذت لك اوامرك. ايه لازمتها بقى افضل متذنب طول اليوم عشان اروحك وانت راجعه بالليل؟ عشان ما ارجعش لوحدي ويستفرد بيا. يا بنتي ما خلاص، مش جاي الشيخ برقوق بتاعك ده هو اللي قدر عليه وطلعه؟ اي نعم الراجل اتجنن ومخه لسع، بس اكيد نجح في مهمته. وانا ايش ضمني بقى انه نجح؟ لان من امبارح ما سمعناش حاجه، وبقى لنا ساعه في العربيه اهو ما سمعناش اي صوت خالص. عشان واخد على خاطري من اللي عملته معايا. والله العظيم يا بابا هي اللي جابت الشيخ، قلت لها عيب يا ساندي، ده جدك حبيبك، قالت لي مالكش دعوه انا اتصرف معاه جد. ايه؟ اخص عليك يا ساندي، ما ده برضه الرد الجميل اللي انا جاي اعمله لك، مع اني قايل لك اني جاي اساعدك مش جاي اذيكي. ما هو انت يا جدو اللي بدات وبتطلب مني حاجات انا ما بعرفش اعملها خالص. تعملي ايه وجميل ايه؟ انا مش فاهم حاجه. طلب مني ان اقدم في مسابقه الغنى اللي معموله في السيرك، وانا اصلا بتكسف اروح الكوافير او ما اغني قدام الناس يا بابا. لا تغني قدام الناس لا يا بابا، استحاله.
انا استحاله اعمل المسخره دي طول ما انا عايش. لو ما عملتش اللي انا طالبه منها هوريك ايام سودة واربيك التربيه اللي ما لحقتش اربها لك قبل ما اموت. لا لا لا، ايام سودة ايه؟ تغني وتسمع كلام جدها طبعا. يا ماما تخرسي خالص ما اسمع صوتك. انت عايزه بعد العمر ده كله اعصب ابويا انا في السن ده؟ يعني انت موافق انها تغني؟ على الطلاق لو عايزه تشتغل رقاصه وانا طب الله خدامك يابا. كده يبقى انا رضيت عليك وانت هتبدأي من الكشك. كشك ايه؟ مش هغني في كشاك انا. هو عايزه تغني في كشك؟ انا خدت قرار ومش هجع فيه، انا برفض عرضك يا جدي ومش هخاف منك تاني. طب بابا بقى خصكم مع بعض، انت مش غريب، ده عربيتك يعني. بالاذن سلام عليكم. انت رايح فين؟ انا استأذنت من بابا اهو. سلام عليكم. اتفضل. استنى يا بابا، انت ايه؟ انت هتبقي معايا لوحدي؟ وانا سامعك مع حد غريب، ده جدك حبيبي. انا خايف اقعد معايا لوحدي، خليك كده والنبي واستنى معايا. اركبي بقى بلاش شغل عيال بقى. تعال يا اسطى. بابا استهدي بالله يا ساندي واركبي وبطلي شغل العيال الصغيره ده. مش راكبه يعني مش راكبه، واللي عندك اعمله ومش هعمل حاجه غصب عني تاني. انت ايه؟ ما عندكش دم يا بنت؟ عيب تكلمي جدك بالطريقه دي؟ انا لحد دلوقتي ماسك روحي، مش عايز اعمل حاجه تزعلك. وريني هتزعلني ازاي؟ ولو عربيه هبيعها وانت جواها، خلي بالي يشتريها يعمل لك بقى اغاني وفوازير واللي انت عاوزه، انما انا لا. انا لا. ماشي يا ساندي. انا جدي المرحوم كان طالب مني يعني شويه حاجات وانا كنت عايز اعملها له، بس انا ما انا كنت قافشه، بس انا تمام دلوقتي. انا اسمك يا لهوي، الموضوع طلع بجد. اسكتي يا شماء، ما شفتيش الناس وهي ملمومه عليا وفاكريني مجنونه عشان بتكلم العربيه وهي فاضيه؟ بتضحكي عليا يا شماء؟ بقول لك مجنونه يا شماء. يا بنتي عندهم حق. ده انت يا بنتي لما قلتي لي الموضوع ده قبل كده كنت فاكراكي يعني بتصاحي بيا ولا بتهرجي معايا؟ اهرج ايه؟ انا حاسه اني بقيت عايشه في جحيم، يعني يوم ما يطلع لي روح بدل ما تحقق لي كل امنياتي يطلع لي روح جدي وتقول لي غني. يا سلام، انا يعني انت مش عايزه تغني؟ انا؟ انت اشحال، انا لما بشوفك من فوق وانت قاعده تحيي الجماهير اللي مش موجوده دي اصلا. يا شيماء لا يا شيماء، عمري ما عملت كده. بذمتك انت مش عايزه تغني؟ لا طبعا. احلفي كده. ما احلفش. يا سلام. والله بس كده يا شيماء. عم مسلحي، عملت ايه في ورق السبلايز اللي طلبتها منك؟ والله يا انسه يا ساندي، انا قدمت الورقه لمستر عز بتاعه السبلايز. ماشي. قال لك ايه بقى؟ قال اطلع بره. معلش، تلاقي مودو ما كانش رايق ساعتها. موتو؟ مودو ما كانش رايق. انت بتزعقي ليه؟ ما انا سامع. وانت اللي عامل لي كده يا عم مسلحي. بص بقى، دي لسه الوجبات الجديده، المنيو الجديد بتاع بودي وطمطم. سامعني؟ ده المنيو الجديد. بتزعقي ليه؟ ما انا سامع. ماشي. بص بقى، الاكل ده عشان اخف من الاكل القديم، الاكل القديم بيوجع لهم بطنهم. ماشي. بص ده عايزه 2 وجبه تشيكن وينجز. بس ما تكونش سبايسي عشان بودي بطنه بتوجعه، عنده مغص. ماشي. وعايزه صدور فراخ بصوص الخردل. وفي الاخر خالص هتلاقي بقى حلويات، 10 اكلير و10 ملفي. لا مؤاخذه يعني، هم الحلويات دي هياكلوها ازاي؟ لا، ما دي الحلويات ليا انا. ماشي. روح بقى اصرف بقى الاوردر ده من الاداره وخد الفلوس. حاضر. ماشي. عم سعفان كان بيسال عليكي. بجد؟ ماشي. ايه ده؟ انت استلمت من عم سعفان؟ لسه مستلمه دلوقتي، بس طلع طيب قوي. ايوه، هو فعلا عم سعفان طيب قوي. انا مش بتكلم على عم سعفان يا ساندي، انا بتكلم عن الناس. واضحه ولا اوضح؟ لا واضحه. بس بجد انا متشكر جدا، انت خليتيني مبسوطه قوي. لا، عشان كده انا كمان هعمل لك حاجه تخليكي مبسوطه جدا. لا تمام، انا مش عايزه حاجه. انت تعمل ايه؟ مش هاخدك ونخرج يعني، هفرجك اللعبه الجديده اللي هعملها في السيرك. لعبه ايه؟ تعالي اوريكي. ماشي. الله 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 الله، انا مبسوط، مستر عز مبسوط. انا شايف وجوه جديده انضمت لنا النهارده. مين العبقري اللي راح اشتراهم وعمل بهم اذن صرف؟ لا الحقيقه يا فندم، انا اللي اشتريته، بس ما عملتش بهم اذن صرف ولا حاجه. لا انا شاريه من فلوسي. شاريه على حسابك؟ ايوه يا فندم. هايل يا شادي، عظيم. انا شايفك كده طول الوقت، انت انسان بتحب المكان اللي تشتغل فيه وبتدعمه بعناصر جديده. ده اللي انا طول الوقت بحاول ازرعه فيكم يا اولاد، واديني حصدته. طبعا احنا سيرك واحد، اسره واحده والجيب واحد. لا هو حضرتك فاهم غلط، هو مش جايبه للسيرك، هو جايبه لبيته. لبيته؟ اه. يعني ايه البيتو؟ بتاكلوه ايه بقى، مقلي ولا سنجاري؟ معقوله؟ يا ابني بدل ما تخش عليهم بكيلو عنب بناتي داخل بنسانيس. لا يا فندم مش باكله ولا حاجه، انا جايبه عشان اربيه. تربيه؟ اه. ليه؟ ناوي بعد الشغل تسرحبه؟ لا مش هسرحبه ولا حاجه، انا جايبه عشان اربيه في البيت، كانه كلب عصفوره سمك يعني. كلب وعصفوره. انا فاهمك كويس قوي يا شادي، ما تلعبش عليا الالعاب دي، انت عندك تطلعات،
عندك طموحات دايما باصص لفوق، عاوز تبقى قراداتي. ايه ده كل ده عشان جاب نسناس؟ على فكره انا اللي جبته له كمان. اه يعني متامره معاه على السيرك، بتحاولوا تضربوا السيرك وتعملوا فقرات منافسه خارجيه. هدي نفسك، انا هاخده دلوقتي واروح ومش هتشوفه تاني. حلو كده يكون افضل. اي خبر. وانت يا انسة، ايه الطلبات اللي بتجيبيها للنسانيس دي؟ كل شويه تبعت لنا حاجات غريبه مع عم مصلح الحارس، معقول كده؟ ايه دي طلبات عاديه جدا، وبعدين عشان احسن من مستوى ادائهم لازم احسن من مستوى الخدمه اللي انا بقدمها لهم. ايوه يا عزيزتي، بس مش لدرجه انك تجيبي لهم شامبو بريحه اللافندر والورود الجبليه. ده انا امي اللي اسمها امي لما كانت بتحميني في العيد كانت بتحبيني بصابون مبشور من بتاع المواعين. هو انت ليه رابط عقد طفولتك ومشاكلك مع امك بحيوانات؟ امك؟ انت بتقولي امك في جمله منفصله كده بتقولها امك؟ مخصوم منك نص يوم، ومخصوم منك نص يوم تاني عشان مؤامرتك مع الاخ ده، وعشان طلباتك الغريبه اللي بتحمل السيرك فوق طاقته، يوم كامل خصم عشان امك. اتفضلوا التزموا بتعليمات السيرك اللي انا حاططها طبقا لرؤيتي. بعد كده يا ستي لما تيجي تقولي له امك ما تقوليهاش لوحدها، تعالي. دي بقى يا ستي لعبتي السحريه الجديده، مرايه الحقيقه اللي انت هتكوني اول واحده تقف قدامها. ودي عباره عن ايه؟ هنختار واحد من الجمهور، بس طبعا هيكون تبعنا، وهوقفه هنا قدام المرايه واساله انت شايف ايه، والمرايه دي هتبقى متوصله بشاشه وكمبيوتر، وهيتفاجئ ان اللي هو بيقوله هيظهر قدامه بالظبط. طبعا كل الناس هتتفاجئ، وكله هيخاف ويقوم يلعب اللعبه دي لا تفضح اسراره، وبكده نبقى ضمننا اللي هيطلع تبعنا وبس. طب وانت عايز نجربها ليه؟ بدل اللي انا هفكر فيه مش هيظهر على المرايه. هنلعبها كده وكده، هنلعبها في دماغنا. بصي في المرايه كويس وقولي لي شايفه ايه. شايفه كرش بدا يظهر من كتر الاكل اللي باكله هنا، مش من بره، من جوه. مفيش مرايه في الدنيا بتوري الانسان من جوه. مش جايز مرايتي انا تقدر؟ اقلعي نضارتك وبصي في عينك كويس جدا وقولي لي شايفه ايه. شايفه طفله وحيده ما عندهاش حد تلعب معاه غير دبادبها، وعندها قطه هي اللي بتونسها وهي اللي خليتها تحب الحيوانات، وبعد كده بقت بتحب بس تتكلم معاهم هما بس. والطفلة دي حاسة بإيه؟ حاسة بخوف اتزرع فيها من وهي صغيرة من كتر ما اتقفل عليها، وما كانت دايما تمنحها تختلط بالناس، ممكن تكون يعني عشان كانت خايفة عليها، بس لما كبرت بقت بتخاف من كل الناس. وشايفة إيه غير الطفل؟ شايفة بنت مراهقة كبرت بس أمها ماتت، وأبوها حاول يساعدها في موضوع الخوف ده، بس خلاص الخوف ده بقى جزء من حياتها من كتر الكلام اللي كانت بتسمعه. ما تروحيش، ما تجيش، ما تلبسيش، اوعي تطلعي يا سندي البلكونة لأحسن ابن الجيران يشوفك، لحد ما بتقفل عليها البيبان طول الوقت. طب سيبك من اللي فات وقولي لي ايه اللي يخوف دلوقتي. انا شايفه بنت بتخاف من اي حاجه تيجي على غفله، سواء حلوه او وحشه، حد بتحبه يموت على غفله، حتى الحب، حتى الفرحه، اي حاجه بتيجي على غفله بتخوف قوي. وإيه اللي يخوف من الحاجة اللي هتيجي على غفلة؟ خصوصاً لو كانت حاجة حلوة، فرحة أو حب. عشان الحاجة اللي بتيجي على غفلة دي بتشلك، بتخليك لازم تاخد القرار من غير ما تفكر، عشان كده أنا بخاف من أي حاجة بتيجي على غفلة. طب سيبك من الماضي والحاضر وقوليلي شايفة إيه في المستقبل؟ شايفة ايه في الصورة اللي قدامك دي؟ شايفة ايه جواكي؟ في سرك؟ أنا شايفة حاجة
بس مستحيل تحصل. هي ايه؟ انا شيء انا لازم امشي. استاذة ساندي الحق بودي يا استاذة ساندي. عن اذنك. عن ايدك عن ايدك. بس فانا مش عارفه اعمل ايه يا شيماء. هي فعلا حاجه تضايق طبعا، بس يعني كان في ايدك ايه تعمليه؟ ما هو ده اللي مجنني ان انا مش عارفه اعمل اي حاجه. انا حاسه كده ان انا متكتفه ما بين روح جدي اللي قرفاني في عيشتي وبين الانسان اللي طرد بسببي ده. بس كده؟ هو ده كل اللي مضايقك في الموضوع؟ قصدك ايه؟ قصدي يعني ان انت متضايقه علشان بس حاسه بالذنب، ولا علشان هو ما بقاش موجود هنا؟ هو انا اكيد حاسه بالذنب، بس هقول لك على حاجه، انا اول مره افتقد وجود حد قوي كده. انا كل ما عيني تقع على مكانه ولاقوش موجود بتضايق قوي يا شيماء. ايوه كده اخيرا. بس يا شيماء الله يخليك بيتك يا شيماء. اخيرا ابو الهول نطق يا شيخه، ده انت موتيني. ايه ده، فكي شويه. طب بقول لك ايه؟ ايه؟ ما تكلميه في التليفون. لا طبعا انت عبيطه، انا ما بكلمش ولاد، وبعدين الشغل ده اسمه نصيب، اكيد يعني نصيبه في حته تانية. يا سلام، في ثانيه قلبتي على الواد ده؟ انت كنت لسه مشحتفه نفسك عليه ومتعاطفه معاه من شويه. ايوه انا متعاطفه معاه ماشي، بس يعني مش لدرجه ان انا اكلمه في التليفون، وبعدين انا معايش رقم تليفونه. يا ستي اذا كانت على رقم تليفونه سهله انا اقدر اجيبها لك بسهوله، وساعتها بقى تكلميه. برضه تقولي اكلمه؟ هو انت بنتي سامعه كتير زي عم مسرحي؟ بقول لك مش هكلمه، مش هكلمه. وبعدين هو احنا ممكن نجيب رقم تليفونه منين؟ هو تقريبا كده رقم تليفونه معايا على الموبايل. وانتي معاكي رقم تليفونه ليه؟ هو انتوا كنتوا بتتكلموا كده ولا ايه؟ وفريدي هو احنا مش زملاء في مكان واحد؟ عادي يعني اننا نتكلم بعض؟ لا مش عادي انكم تتكلموا بعض، وبعدين احنا زملاء بس مش ميغه يعني كله يكلم كله كده يعني يا شيماء. طيب وانتي متعصبه ليه قوي كده؟ انا مش متعصبه يا شيماء. شايفاني متعصبه يا شيماء؟ انتي غيرانه على شادي. غيرانه على شادي؟ انتي عبيطه يا بنتي، ايه الكلام اللي بتقوليه ده؟ لا طبعا مش غيرانه عليه. اقطع دراعي ما كنت غيرانه عليه. وعموما بقى هو رقم تليفونه ما كانش معايا ولا حاجه، ولا حتى كلمته في تليفون اساسا قبل كده، بس كنت بحاول انكشك عشان اعرف جواكي ايه. هو انا ناقصه توتر يا شيماء؟ انا غلطانه اصلا بتكلم معاك. طب استني 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 بس. اوعي. انت رايحه فين؟ استني. رايحه اكمل شغل، وبعدين انسي اي حاجه انا قلتها، انا غلطانه اتكلمت معاكي. طب خلاص هنسى، حاضر. بس بقول لك ايه؟ طب ما تيجي بقى نروح سينما بعد الشغل، وبالمره يعني بنتي تفكي شويه كده بدل النكد اللي انت عايشه فيه ده. لا لا انا ما بحبش اروح اماكن فيها تجمعات عشان بتوتر، وبعدين بابا اكد عليا النهارده ان انا اتغدى معاه، ما اعرفش ليه. يلا سلام. سلام. عسل انت عسل. ايه رايك بقى في الملوخيه والبطاطس؟ كل بقى كله كله. بص بقى تعالى ساندي، حماتك الله يرحمها بتحبك. حماتي مين يا بابا؟ ام شادي. اصلي شادي طلب ايدك مني النهارده. بابا بيعمل ملوخيه تحفه تحفه. خش خش قدامي. اللي انت عملته ده يا بابا؟ انت ازاي تعمل كده من غير ما تستناني؟ عشان الملوخيه يعني حبيبتي؟ ما انا شارك منابك. ملوخيه ايه؟ ايه حكايه ايدي اللي هو طلبها دي؟ انا كنت متوقع برضه ان انت هتموتي من الفرحه. فرحه ايه؟ انا هموت من الخوف، انا هموت من الرعب، انا حاسه ان انا هيغمى عليا. لا لا هوا. لا لا انا لا. عارف انا عارف. لا. ده في الاول كده يا حبيبتي بتحسي برعشه ورجليك مش قادره تشيلك، انا عارف كده. ابوك يا حبيب قديم وعارف. يا فضحتك يا سندي، يا فضحتك. الناس هتقول عليا ايه بعد النهارده؟ ابوكي باعك، ابوكي باعك يا سندي. رايه بنت الجزمه، هو انت قفشت معاه في الشارع؟ ده الراجل طالب يخطبك على سنه الله ورسوله. شفت؟ قلت خطوبه يعني معاذيب، يعني ناس كتير قوي، يعني فضيحه بجلاجل. يا لهوي يا لهوي يا لهوي. انا اول مره اشوف واحده بتلطم من خطوبتها. امال لما تتنقلي تتجوزي هتعملي ايه؟ انت لازم تنهي الكارثه دي حالا. اطلع اقول له ان انا مجنونه وبمشي وانا نايمه. لا قول له ان انا عليا جنله ومخويه. هقول لك قول له ان انا ما بخلفش. حلوه يا بنت ساندي. حلوه. بس قولي لي بقى عرفنا ازاي انا وانت ان انت ما بتخلفيش؟ انا نفسي اعرف عرف مكاني منين. بس انا اللي كلمته وعزمته عشان اكرمه على الواجب اللي هو عمله معاكي، وعزمه على الملوخيه كمان، وتلاقيه ده الملوخيه وكره حياته. ايه بقى جاب سيره الجواز دلوقتي؟ بصراحه انت عارفه انت حبيبتي. عارفه. ما حبيتش عليكي حاجه خالص. هو بصراحه كلمني وقال لي انه بيحبك وقال لي حاجات كتيره حلوه قوي، وانا بقى بصراحه استجدعت، واستجدعته اكتر انه داخل البيت من بابه. من بابه من شباكه؟ انت عارف انا ماليش في الكلام ده يا بابا، انا ماليش في الجواز. ايه بس انا هاديه اهو. هاديه. احنا نطلع بره ناكل لقمه مع الراجل، وانا قدامه هبلغه ان انت رافضه. لا قدامه ايه؟ دلوقتي قول له ان انا لسه بفكر،
ولما يمشي رفضه رفضه رفضه. بعد ما يمشي قول لي رفضها. رفض. عاجبك كده؟ اهو سمعك وماشي. شدي ما تقولش كده، ده احنا عيلة. الله العظيم عليك حاجة. اهلا يا عروسة. بقول لك ايه، احنا خلاص اتفقنا على كل حاجة، الشقة والمهر والعفش والطلاق والنفقة والرؤية وكله، مش فاضل غير نقرا الفاتحة. نقول مبروك. شفت بركة الملوخية عملت ايه؟ ها؟ نقول مبروك. ها؟ نقول مبروك. اللي تشوفوه. انا اتخطبت. اتخطفتي؟ اتخطفت ايه؟ بقولك اتخطبت، شادي خطبوه. اتخطبتي فين وامتى وازاي؟ هو يا بنتي مش لسه كنت سايباكي من كام ساعه؟ كنت رافضه تكلمي في التليفون اساسا. ما هو اللي حصل بقى، جيت لقيته بيتغدى مع بابا وطلب ايدي منه. متدبسه يا شمال، اعمل ايه؟ اتدبست. والله الواد ده شجاع وجدع وفعلا بيحبك، وانت بقى عامله نفسك قال يعني متدبسه. على شيكو برضو. والله العظيم كنت طالعه ارفضه، بس هم قعدوا يقولوا نقول مبروك نقول مبروك، وقعد يبص لي في عيني كده، فانا توترت ما عرفتش اعمل ايه، ما قدامنيش غير ان اقول له ماشي حاضر خلاص، والرفض راح خالص خالص يا شيماء. المشكله دلوقتي المفروض يعني اعمله ازاي؟ اقول له ايه الكلام ده؟ انا ما اعرفش. يا لهوي ياني يا بنتي هتموتيني. عادي جدا زي باقي مخاليق ربنا ما بيتعاملوا هما مخطوبين. فسح بقى وخروجات وباقات بقى هتروح على الرغي بقى والحاجات الحلوه دي، هموت واشوفك كده. ايه قله الادب دي؟ لا طبعا، انا لو كلمني اصلا مش هرد عليه. اقفلي يا شيماء، اقفلي اقفلي اقفلي، ده بيتكلم. اقفلي يا شيماء بقى. الو صحيه؟ لا يعني عايز ايه؟ يعني ممكن تقولي كده انك وحشتيني الشويه اللي فاتت دول فقلت اسمع صوتك. لا بقولك ايه، انا ما بحبش الكلام ده، هقفل السكه في وشك. يعني انت ناقص تقولي لما تروحي طمنيني والكلام ده، وانا ما بحبوش. احترم نفسك لو صحت ما تقولش الكلام ده. ممكن ايه ايه في ايه؟ ليه محسساني اني بقولك حاجه غلط؟ بكره لازم تروحي تغني في الكشك. لا انسى الموضوع ده خالص، انساه. لا لا مفيش الكلام ده، انا مش قد روح جدك دي خالص، ده حتى ابودي ما سلمش منه. هنهرج بكره، هتغني يا ساندي؟ يعني هتغني؟ مش هغني يعني مش هغني. اغني ما غنيش، اغني ما غنيش، اغني ما غني. ايه كل ده شعر؟ انا هعده امتى ده كله؟ ايه يا ابودي شعر كتير؟ ايه يا ست انت؟ ايه مش قلت لي تلت ساعه وهخلص؟ تعملي ايه كل ده؟ انا مفيش، انا اصل ابودي كان شعره منعك شويه قلت اصرحه له. انت بتستهبلي يا ساندي؟ ها بتهربي عشان مش عايزه تغني فبتدوري على اي حاجه؟ بصراحه انا بطني مقلوبه من امبارح. طب بقول لك ايه، ما تروح تجيب النسناس بتاعك افله لك. اسكتي، مش طلعت نسناسه بجد؟ هتغني يا ساندي، هتغني عشان لو ما غنيتيش جدك الله يرحمه هيقلعنا ملط ويفلينا احنا الاثنين. طب ما دام طلعت نسناسه ما تيجي نجوزها لبودي، وادينا اهو بنوفق راسين في الحلال. روح روح هاتها هاتها دلوقتي. هنتجوزوا على الصبح كده؟ يا عم دول نفاريس ما عندهمش العقد بتاعتنا دي، مش هتقولوا شبكه ومهر والحاجات دي. معقوله؟ اه والله هاتها بس هاتها. يلا يلا بقى خلينا نفرح. هتغني يا سامي؟ طب هو انت يعني مش احنا انا وانت دلوقتي في حكم؟ حكم الايه بقى؟ حكم انا مش عايز اقول. ما تقولش. لا ما تقولش. المخطوبين؟ المخطوبين؟ لا يعني ترضى يعني للخطيب يعني ليه انا ان يتعمل فيا كده؟ يتعمل فيكي ايه يا بنتي؟ انت مجنونه؟ يعني اخش كشك واقعد اغني والناس تسمعني ويقعدوا يعني يتصوروا؟ الناس اللي هيسمعوكي انت هتخشي الكشك تبقي لوحدك خالص تغني ومحدش هيسمعك خالص. طب وعدني محدش هيسمعني. اوعدك. طب احلف. وحياه اغلى حاجه عندي يا ستي. ايه هي اغلى حاجه عندك؟ والنبي ما تبصليش القصه دي. طب انا هروح اغني بس عشان خاطر ابوس ايدك، ما تبصليش كده. لسه متردده؟ انا حاسه ان انا عايزه اطلع اجري. ممكن اجري؟ على فكره انت اللي مكبره الموضوع ده في دماغك، مفيش حاجه اصلا. هتخشي الاوضه دي لوحدك، هتغني، محدش هيسمعك ومحدش هيشوفك، حتى الراجل اللي بيسجل لك لا هتشوفيه ولا هيشوفك. انا خايفه افشل قوي يا شايف. ما تفشلي يا ستي، افشلي وحاولي وافشلي تاني وحاولي. حلو ان الواحد يبقى بيحاول، وبعدين مش احسن ما بعد شويه وقت تقولي يا ترى كان هيحصل ايه؟ صراحه انا واثق فيكي، حاسس انك هتنجحي. طب افرض نجحت والناس قالوا لي بقى لازم اكمل خطوات المسابقه دي، انا هعمل ايه؟ انا مش عايزه اكملها بصراحه. ساعتها هيبقى يحلها الف حلال. خلينا نمشي خطوه خطوه بس ما نسبقش الاحداث. ماشي ماشي، بس انت وعدتني ما حدش هيسمعني. اوه بقى في دلع البنات ده، احنا هنفضل نعيد ونزيده؟ طيب ماشي. طب ممكن تبقى واقف هنا ما تتحركش عشان انا بخاف؟ ممكن ممكن. هتخرجي تلاقيني في وشك كده على طول. يلا بقى يلا، ده انا حلفت بالغالي.
لا لا. خشي بقى خشي. يلا يلا. اسف والله ما كنتش عارف ان السماعات اللي ورا دي متوصله بالمايك اللي جوه، بس انتي كسرتي الدنيا. ده وحدك ليا؟ انت بتضحك عليا؟ بضحك عليكي ايه؟ بصي الناس مبسوطه ازاي؟ ده انتي هتعدي. ده انا اتفضحت. فضحتي عشان لما هات انا هصوركم هصوركم. ساندي اوعى ايدك. انت بتعملي كده ليه؟ الناس بره كانت مبسوطه جدا. اسكت اسكت. انت واحد خاين وكداب وانا مش عايز اشوف وشك تاني، انت فاهم ولا لا؟ ساندي انت اول مره تعملي كده. عشان تعبت وزهقت. كلكم كدابين، انت وبابا وجد وكله. ممكن اعرف المدربة العظيمة ايه اللي خلاها تسيب شغلها وتروح تغني اثناء مواعيد العمل؟ بص انا روحي في مناخيري ومش طايقة نفسي. سيبك بقى من شغل المدير ده عشان انا اصلا اعصابي تعبانة. شغل المدير؟ اسلوب غير لائق في الكلام. ازاي تقولي الالفاظ دي وانت بتكلمي مديرك؟ مخصوم لك نص يوم، ومخصوم لك نص يوم كمان عشان تغيبتي اثناء عملك رحت تتهجسي وتغني. يعني مخصوم اليوم كامل كده صح؟ اسم الله على نبهتك وشطارتك. مخصوم لك يوم بحاله، نص ونص. ماشي حلو قوي. حلو قوي ايه؟ انا بكلمك انت ماشيه؟ اسم الله على شطارتك. اه ماشي ماشيه. يعني ايه ماشيه؟ بمناسبه ايه؟ ما انا مخصوم لي اليوم كله، هقعد اعمل ايه؟ اه طبيعي، هي دي شخصيتك، هتفضلي كده طول عمرك، التسيب والاهمال وعدم تحمل المسؤوليه وعدم كفايه. ايه ما بتفسيش؟ طب استني بس يا بنتي، ماشيه رايحه فين؟ رايحه في 60 داهيه. اقول لك على حاجه، خد مفاتيح العربيه، انا مش عايزه العربيه ومش طايقه اتكلم لا مع احياء ولا مع اموات. ساندي لا 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 لا، بلاش بلاش بلاش. لو سمحت امور يا فندم. هو حضرتك عندكم حبس جوه؟ عندنا يا فندم.
طب انتوا بتستقبلوا المحبوسين من كام لكام؟ لا والله بقى حسب حضرتك احنا بنمسكهم امتى بالظبط. اه طب هو انتوا وعد يعني ما بتحبسوهم يعني بتعملوا فيهم ايه؟ بنرحلهم على النيابه ساعات. طب هو ما ينفعش طب حد يعني يتحبس عندكم وما ترحلوهوش على النيابه؟ لا والله يا فندم ما ينفعش، كل اللي بيجوا هنا لازم يترحلوا على النيابه حضرتك. طب شكرا شكرا. لا العفو. تعالي تعالي تعالي. ايوه. انت عايزه ايه؟ انا عاوزه اتحبس عندكم. نعم. اه يعني ايه عايزه تحبس؟ اصل انا جايه اسلم نفسي. اه وليه بقى ان شاء الله؟ ما اصل انا يعني يعني انا مجرمه وكده وعايزه اتحبس عندكم 24 ساعه. واشمعنى 24 ساعه؟ يعني لحد ما الحفله تخلص. حفله ايه؟ يعني قصدي يعني لما تتاكدوا من جرائمي وتتاكدوا يعني ان انا مجرمه ويعني ما ينفعش تسيبوني منطلقه بجرائمي بره يعني يا فندم. منطلقه بجرائمك؟ ايوه. طب وحضرتك بس يعني ايه جرائمك بالظبط عشان نبقى عارفين؟ لا هو انا مش متخصصه في مجال يعني اجرامي معين، انا مجرمه في العموم في كله. طب معلش حضرتك ممكن تدينا فكره عن جرائمك؟ يعني احكي لك اخر جريمه مثلا؟ يا ريت. يعني انا اخر جريمه الست عفاف جارتنا كانت جايبه قطه كده شفتها على السلم عجبتني بصيت لها بصيت لي فقلت خلاص اخدها بقى وحبستها عندي في الاوضه عشان اكلها لانها ستك دي كانت بتعذبها. بس كانت كل شويه تسالني هو انت شفتي القطه؟ اقول لها لا انا ما شفتهاش كنت بكذب. فانا انا سرقت قطه يعني انا حراميه. تمام. فانتوا ممكن تاخدوني بقى تحبسوني او شوفوا هتعملوا ايه. تمام حلو قوي كده. يا محمد بيه يا محمد باشا تعالى اسمع القصص اللي بتشيب دي مجرمه خطيره جدا. وريت بقى حضرتك تحكي لنا مشوارك الاجرامي من ساعه ما ابتديتي، احب اعرف كل حاجه. اتفضل اتفضل. شوفوا يا رجاله انا متشكر جدا لموقفكم ده. انا عاوز تعرفوا حاجه، اللي في الصوره دي تبقى بنت اخويا ساندي بنت ابراهيم جارك وحبيبكم، والموقف اللي انتوا واقفينه معايا ده هفضل شايله على طول فوق راسي. انا عاوزكم توزعوا المنشورات دي، انت جماليه وحسنيه، الويلي والضرب الاحمر، العتبه والسيده زينب، وسط البلد والمهندسين، معلش خد معاه انت اركبوا مع بعض. يلا ربنا يوفقكم يا رجاله. الف شكر الف شكر الف شكر. اه الف الحمد لله. ايه الاخبار يا ابراهيم طمني؟ مفيش فايده، لفيت على الناس كلها حد شاف العربيه ماشيه مركونه في اي حته؟ مفيش فايده. ما تقلقش يا هيما ما تقلقش، الفكره بتاعت الورق اللي انا عملتها دي هتجيب نتيجه ممتازه. ورق ايه يا عز؟ هي واحده تايهه؟ دي بنتي وهربانه بمزاجها. يا ابراهيم يا ابراهيم بتتريق على الفكره؟ دي فكره انا مستوحيها من ابوك الله يرحمه، راجل كان بطل بيوزع منشورات ضد الانجليز، فانا خدت منه الفكره استوحيتها. مفيش حد مضيعنا في ام الليله دي غير الانجليز ابوك، ايه اللي دخل الانجليز في بنت الهربانه؟ اربط بها يا اخي، زي ما منشورات ابوك ساعدت في جلاء الانجليز عن مصر، انا منشوراتي ان شاء الله هترجع ساندي تاني بالسلامه، ونغني لها بقى يا حبايب بالسلامه ونهيص. حبيبتي يا بنتي جه اليوم ان نوزع منشورات عشان ندور عليكي. اجمد يا ابراهيم، امال هي هتروح فين يعني؟ هتلاقيها بتجري هنا ولا هنا ولا هنا؟ تجري هنا وهنا ايه؟ هو داخل بطل طايق مني؟ دي بنتي يا عز بنتي، انت بتستعبي ولا ايه يا عز؟ بس فدي كل جرايم اللي عملتها من وانا صغيره. انت شددت الخطوره وبتهددي المجتمع بقى. يعني هتحبسني؟ بس الجرايم بقى اللي انت عملتيها دي هتوصلك لحبل المشنقه، وحبل المشنقه يعني عشماوي، ومش هتخافي ولا ايه؟ يا نهار اسود، لا عشماوي ايه؟ انا غلبانه وطيبه والله العظيم. الله، بس كنت مجرمه وخطيره وقطط و... وانا مجرمه انا مجرمه بس غلبانه. اقول لك احبسني 24 ساعه بس بلاش عشماوي والكلام اللي بيخوف ده نبي. وما انتوا بتضحكوا على ايه؟ انا جايه اقدم بلاغ زي اي مواطن. اخلصوا بقى، هو انتوا هتحبسوني ولا مش هتحبسوني؟ طب ادي بطاقتك. معيش بطاقه. اقول لك احبسني عشان معيش بطاقه، لا عمري شلتها ولا هشيلها. طب يا ابني خدها على الحجز وحرز اي حاجه معاها. بجد؟ اه الف مبروك. انا مش عارفه اشكر حضرتك ازاي بصراحه، يعني ده احلى خبر سمعته النهارده. لا ده احلى خبر سمعته في حياتي. من النهارده مفيش خوف، مفيش قلق، مفيش حفله. مفيش كده والله. ادخلي يا ستي. طيب اسمعي بقى يا مسجونتي وهي. اولا انا ما اسميش المدلعه، ثانيا التشيز كيك دي حلويات مش حاجه تانيه، وكوستا ده كافيه مش خواجه، ودولابي خشب بحط فيه هدومي عادي، انا واحده مقطعه كارنيه سيرك ومش باقي على حاجه في الدنيا دي،
واللي هتقرب مني هي اللي هتعيط. امين امين. احنا هنعمل ايه يا باشا في البيت المجنونه اللي جايه تسلم نفسها دي سعادتك؟ يا عم تلاقيها هربانه من اهلها ومش لاقي حته تبات فيها. بس بصراحه يا باشا وشها ابن ناس ومش وش اجرام خالص. يا عم تلاقيها مغصوبه على جوازه ولا في حاجه خايفه منها. يعني هي سعادتك عشان مغصوبه على جوازه تيجي تسلم نفسها للاسم؟ ما عشان كده بقى النهارده هتتربى وهتتعلم الادب ومش هتعمل كده تاني. اشمعنى سعادتك؟ انت ناسي ان ثانيه كيداوم معاها في الحجز تحت وهتبقى ليله فله. كباس يا بنت نشف ايدك شويه. حاضر. يكبس عليك النوم بقى انا تعبت. الحلوه بتقول حاجه؟ لا لا ده يا رب تحج يا رب. بعد كده لما تدخلي مكان في ثانيه كيداهم ما تبقيش تدخلي في فتحه الصدر دي. حاضر. انا ليا هيبتي واحترامي في المكان هنا. انا اقل قضيه عاملاها واخده فيها 10 سنين سجن. عارفه يعني ايه 10 سنين سجن؟ عارفه. وين؟ انا 10 دقايق، انا بقالي 10 دقايق بس. طب كبسي يلا كبسي. حاضر حاضر هكبس. حاضر. ماشي. هو انا ممكن اطلب من حضرتك مساعده انسانيه؟ مساعده انسانيه ليه؟ هو انا بنك الطعام؟ لا هو انا بس كنت عايزه اعمل مكالمه تليفون ضروري عشان يخرجوني من هنا مش اكتر. انا مش سنترال. انا شفت المدمزه اللي هناك دي جابت لك موبايل صغير اسود كده، انا بس كنت عايزه اكلم بابا دقيقه وخلاص. وطي صوتك. ما حضرتك انت اللي بتعلي صوتك. يا بنت وطي صوتك. العيون مفنجله قد كده هنا، وبعدين انا عندي المكالمه النص بالنص. ايه النص بالنص ده؟ النص بالنص يعني نص دقيقه بنص مية، فاهمه عينيا؟ انا قلت لحضرتك من شويه انا معيش فلوس والله ما معايا. وبالنسبه للساعه؟ لا ساعه ايه؟ اذا كان النص دقيقه بنص مية، امال الساعه بقى هتكون بكام؟ الساعه اللي في ايدك. بطل استعباط يا بنت. الساعه دي. اتفضلي حضرتك اتفضلي اتفضلي خدي الساعه كلها مش عايزاها. اتفضلي اهو اهو. حضرتك انت قاعده على رجلي ممكن خدي الموبايل اهو. ماشي. يا نهار اسود انا مش حافظه رقم بابا. اخس على الزمن وعلى ايام السودا اللي احنا عايشينها. انت مش حافظه رقم ابوك يا بنت؟ لا مش حافظاه. في رقم تاني؟ لا ما فيش ما تخاف ما فيش. على العموم انت ليكي محاوله واحده، محاوله واحده بس. لقيتها. انا هكلم الدليفري. بنت راحت مني يا عز. واحد الله يا ابراهيم. سندي بنت اخوك راحت يا عز. اهدى شويه يا ابراهيم ان شاء الله خير. حول ولا قوه الا بالله. يا حبيبتي. يا جماعه ما حدش عارف ان ابراهيم التابعي. انا بخبط بقالي فتره ما حدش بيرد عليا. ليه؟ معايا اوردر بس. ليه؟ معاك اوردر لابراهيم التابعي؟ بقى يا راجل يا عديم المشاعر، بنتك تايهه وانت جاي لك قلب تطلب فاست فود؟ والله ما طلبت فاست فود يا عز، وانا ليا نفسي اكل اساسا. امال مين اللي طلب الاوردر لو سمحت؟ هو الاوردر مطلوب باسم الاستاذه ساندي التبعي. يا حبيبتي يا بنتي. شايف الدلع الماسخ؟ شايف دلع البنات؟ سايبانا احنا في الشارع نتمرمط وراها وعاملين فرق بحث وبوزع منشورات في القاهره القديمه وهي عماله تطلب اوردرات. استنى بس يا عز، ما يمكن تربيته قبل ما تهرب. دي سخريه مننا. انا فاهم دماغها كويس، عايزه تبعت لنا رساله تقول فيها انا مش هاممني حد. شفت يا استاذ عبس بمقدرات الاسره اكتر من كده؟ طب يا جماعه انا عايز حد يحاسبني عشان عايز امشي. يا حبيبتي يا بنتي طلبت له اوردر قبل ما تمشي، هي عارفه ان انا بحب الكومبو. لحظه واحده لحظه واحده، انا جمعت حاجه كده. الموضوع ده في حاجه غريبه، في حاجه مش طبيعيه، في حاجه ناقصه، في حلقه مفقوده. الاوردر ده لو سمحت الطلب بقاله قد ايه من فضلك؟ شفت الوقت؟ من حوالي ربع ساعه يا فندم. طبعا واضحه جدا. تفرق ايه عز؟ لا يعني الموضوع فيه معنى، فيه معنى خطير وراه. هو في ملحوظه يا فندم مكتوبه في الاوردر. خير يا ابني؟ الاستاذ ساندي لما طلبت الاوردر كتبت ملحوظه بابا انا في الاسم. اسم؟ شفت عيب عليك، انا قلت الموضوع فيه حاجه مش طبيعيه. اسم ايه؟ بنت غير الله يا عز. سال الله ولا فالك يا ابراهيم، اهدى شويه. احنا بنتنا متربيه تربيه عاليه، مخها في منتهى الذكاء، البنت شغلت مخها، عبقريه. قالت الفت نظرهم انا فين بالاوردر، بعتت الاوردر على البيت. قالت لك في اسم ايه لو سمحت؟ لا يا فندم ما ذكرتش في اسمي، هي ذكرت هي في الاسم بس. بنتنا مش متربيه يا ابراهيم، بنتنا مخها محدود. بنتنا هتخلينا نلف كعب داير على اقسام مصر كلها يا ابراهيم. كعب داير يا ساندي. ساندي ابراهيم تبعي. ساندي بنت يا ساندي. يا بنت قومي. حاضر يا بابا. اعملي سندوتش لانشون بس. لانشون ايه؟ قومي يا بنت بدل ما يعملوا معك الجلاش. حاضر. ايه ايه حضرتك؟ ماشي. ايوه قومي معايا.
ايوه الفطار مستنيك يا اختي. الايه؟ قومي بس يلا. ماشي يلا. مع السلامه يا حبيبتي. مع السلامه يا اختي، خدي بالك من نفسك. بابا بنت حبيبتي. بابا كده يا ساندي، كده تعملي بابا حبيبك كده. انا اسفه، انا اتبهدلت قوي يا بابا. واحنا كمان يا بنت اتبهدلنا قوي قوي. اتبهدلتوا ليه؟ ما انا كتبت لكم نوت على الاوردر وقلت لكم ان انا هكون موجوده في الاسم. ما دام يا فلحه عملتي اوردر اكتبي لنا فيه في انهي اسم، بدل ما احنا واخدينها كعب داير من الصبح. معلش انا اسفه، انا طلع عيني لحد ما كلمتكم يا بابا. اشمعنى يا بنت؟ والنبي بابا تفكرني بقى يا بابا، والنبي بقى يا بابا. خلاص خلاص عمر. احسن تستاهلي تهربي من البيت يا ساندي. حصلت عايزه تهربي من الحفله؟ طب والله خلاص بقى يا عز خلاص، ما صدقنا بنتنا حبيبتنا جد. تخيل ام حسنيه اول ما عرفت قصتي عارفه قالت لي ايه؟ قالت طب والمصحف لا تغني قدام الزنزانه كلها. وغنيت قدام الزنزانه كلها يا بابا. ثانيه مين؟ ثانيه كيداهم. ده انا لو شفتها اولع فيها، تخليكي تغني في الحجز قدام الناس وانت بتخلي من خيالك. على اساس ان انت كنت بتاخدها القهوه تعمل ايه؟ تمرنها تنس؟ لا 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 خلاص عز، انا مش هغصب عليها حاجه تاني. سامحيني يا بنت وانا بعتذر لك عن اي حاجه انا غصبتك عليها. لا يا بابا انا مش هزعلك تاني ابدا، انا عرفت ان لولا وجودك جنبي في حياتي انا زماني متبهدله قوي يا بابا. اتبهدلت قوي يا بابا. حبيبتي يا بنتي. نفهم من كده يا ساندي يا حبيبتي ان انت هتغني النهارده في الحفله مع لؤي؟ اللي تغني قدام ثانيه كيداهم ما تخافش تغني قدام لؤي. ايه وقفت ليه يا بنتي؟ بقولك ايه، ما تيجي نسيب العربيه هنا ونجري. ويعني لما نجري جدك مش هيحصلنا يعني؟ احنا من ساعه ما خرجنا من البيت وانت ماشي على قشر بيت كده هنتاخر عن الحفله والمسابقه هتفوتنا يا ساندي. يا ريت، ده يبقى حلم عمري. طب استهدي بالله كده هون ودور العربيه خلينا نلحق الحفله. وطرني بقى وطرني، خليني البس اللي قدامي. نلبس قدام مين احنا واقفين؟ مش كفايه اللي عملتيه بيا امبارح؟ كنت هتخلينا نتحبس بسببك. ايوه ما انت اللي بدات، وبعدين ده كان رد فعل واحده مرعوبه. طبعا ما كان حصل خير، عندنا في اخر مرحله في اللي طلبها جدك وهي الحفله. ان شاء الله هنرتاح بعد الليله دي وهنعيش احرار. صح يا بابا؟ مش ساندي لما هتغني في الحفله هتسيبنا في حالنا؟ ما اقدرش اقرر حاجه دلوقتي غير لما ساندي تغني في الحفله وتنفذ طلبي. طب يا جدو انا نفذت كل طلباتك لحد دلوقتي، ممكن يعني تفكك من موضوع الحفله ده؟ اعتبر ان الكنز كان في الرحله، والله العظيم هيبقى احلى، مش كده يا بابا؟ بالعكس، ده حضورك للحفلة دي وغناك فيها هو الكنز نفسه، هو اللي أنا عامل كل ده عشانه. لو غنيتي في الحفلة حسب اتفاقنا وسواء كسبت المسابقة أو ما كسبتيش أنا هرضى عنك وهختفي من حياتك تماما. بجد يا جدو؟ يعني مش لازم أكسب المسابقة عشان تسيبني في حالي؟ لا مش لازم، كل اللي أنا عايزه هو إنك تشتركي وتغني قدام الناس، لكن ما يهمنيش نتيجة المسابقة. حبيبي يا جدو، بص أنا هتشقلب لك على المسرح، هبهرك. تعبيني يا بنت. يبقى جو العيال ده. انا حاسه ان انا مش عارفه اخد نفسي، انا عايزه اروحوني بيروحوني. ايه يا بنتي هو انت بتغرقي مالك في ايه؟ بص خليني امشي وانا اوعدك المسابقه الجايه انا هشترك فيها. هي فيها مسابقه جايه؟ يبقى ابننا على كتفنا ونجري ندور عليه. يعني ايه مش فاهم؟ ما هم بيقولوا كده في الموقف ده. يا بنتي فرصه عمرك جات لك لحد عندك، اخلصي بقى. بس دول ناس كتير قوي، انا اخري اغني في الحمام يا شاذ. يا ساندي انقذي روحك وانقذيني اخش اغني ابوس ايدك. يا رب النور يقطع. يا بنتي هو حد طايل يغني مع نجم زي الاستاذ لؤي ده؟ انا طول الليل بذاكر في اغانيه، ده جامد جدا، ده عليه واحده بسر الدعاء والسجده ربنا يجعلها من نصيبك. يا عم انا مش عايزه اغني مع لؤي ولا اغني مع حماقي. ما انت عايزه تغني مع مين يا ماما؟ عمرو دياب. ساندي 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 فوقي. ايه انا فين؟ انت في اوضتي ما تخافيش مفيش حاجه. في اوضتك؟ انت خاطفني ولا ايه؟ خاطفك يا بنت، النجم كتر خيره لكن مغمى عليكي جابوا اوضته. بص انت اهلك حكولي عن كل حاجه وعرفت انت قد ايه تعبتي اصلا عشان توصلي لهنا، مفيش اصلا اي حاجه تخوف، احنا كلنا معاكي، تشجعي شويه. بقول لك ايه؟ انا عايزه اروح. روحي يا ساندي، بقى بعد ما وصلتي لحد هنا تروحي. يا ساندي ما ينفعش كده، ما يصحش، احنا في اوضه النجم. ده ممكن يقفش علينا ويقول لك انا كده ومفيش غير كده ماليش حل تاني ويسيبنا ويمشي. وبعدين يا استاذ بعد اذنك يعني لو تكرمت تديها حته. يا عيني بحس تديها نوع من انواع الحماس يعني. عينيا حاضر يا حبيبي. انا قلتها لك من اولها، انا اي حاجه ليك هعملها، ده انا مش هعيش غير ليك،
قبليك انا تهت سنين. لا اظن مالكيش حجة بقى يعني، ممكن حتة تانية كان واحد من عشان برضو تحس انها زي كل الناس وتشتغل يعني. يا حبيبي انا مش بوزع جاتوه والله، انت عمال تقول حتة حتة. يا نجم ده عندنا هنا محدش بياخد على كلامه. واضح. شادي لو بتحبني بجد روحني. انا عشان بحبك بجد لازم اخليكي تغني. ساندي احنا كلنا معاكي، مفيش اي حاجه تخوف، كلنا معاكي. هو انت زي يعني بتطلع تقف قدام الناس دي كلها وما تخافش؟ اه بصي، هو اول دقيقه هتقضيها على الستيدج هتشوفي الناس، اول ما هتغني انسي، مش هتحسي والله باي حاجه. استاذ لاي جاهزين يا ريس؟ يلا يا ريس. جاهزه يا ساندي؟ يا نهار اسود، كل دول ناس؟ ده انا بتوتر لما اخش الكافيتيريا. ولا يهمك منهم يا بنت. اعتبريهم مش موجودين، انا متاكد ان انت هتلعلعي. ايوه بقول لك ايه، اللي اسمها جايده دي انت صوتك احسن منها مليون مره، انت هتخش تكسحيها. اكسح مين؟ ده انا اللي متكسحه. يا بنت لازم توري عدوك ان انت اقوى منه. انت قدها يا ساندي، ان شاء الله هتكسبي. لو النبي يا جماعه ما تعملوا فيا كده. يا بنت يا بنت استهدي بالله، انت عليكي طر. استر عليا يا ربنا، يستر عليكم. استر عليكي بس، انت جاتش حبي. استري علينا انت وادخلي غني زي الناس، والا قسما عظما اوريكي وش مستر عز واخصم لك نص يوم. يا عم روح يا عم. ساندي انا هطلع اقدم له اي انده اسمك الاقيكي جنبي على المسرح. قول ان شاء الله. جمهور السيرك العظيم، اهلا بيكم في حفلنا العظيم. النهاردة عاملين لكم حفلة هي الأكبر والأروع في تاريخ السيرك كله. معانا ومعاكم المطرب الكبير المحبوب جدا الفنان لؤي. مساء الخير يا جماعة، عاملين إيه؟ الأستاذ لؤي مشرفنا النهاردة في الحفلة بتاعتنا عشان يفرحكوا ويمتعكوا بأغانيه الجميلة. مش بس كده، الحفلة فيها مسابقة، ودي أحلى مفاجأة في الحفلة. النهاردة معانا الصوتين اللي تنافسوا منافسة شديدة طول الفترة اللي فاتت، والكسبان فيهم هيعمل دويتو مع الأستاذ لؤي. اسمحوا لي اقدم لكم الموهبتين اللي هيغنوا مع الفنان لؤي علشان يختار واحده فيهم تعمل معاه الدويتو. اول متسابقه جايده مكرم. هي دي اللي هكسحها. والمتسابقه الثانيه ساندي التبعي. ساندي ابراهيم. شايفين بيضحكوا عليا زي من قبل ما اطلع؟ امال لما اطلع هيعملوا فيا ايه؟ يا ستي اطلعي بقى. كلنا نحيي ساندي يا جماعه. ساندي التبعي. ساندي. ساندي. طب يا جماعه هي شكلها بس مكسوف شويه. لما قدمتي على الحفله ايه طموحك بقى؟ معلش هي بس في حاجة أنتم ما تعرفوهاش، هي ساندي أغمى عليها بره من كتر التوتر، فهي أكيد دلوقتي بقت تمام. ساندي إيه؟ مش عايزين ادي التوتر. طب يا جماعه احنا معانا جايده منورانا، وكلنا نسمع تحيه كبيره لجايده. مبسوط دلوقتي، مرتاح بعد اللي حصل لي. انا كنت هموت من الخوف، انا كنت هموت بسببك. ما بتردش عليا ليه؟ ولا فرق بس تشوفني بقى متعذبه وخايفه منك؟ رد عليا، رد قول لي ان انت مبسوط. رد عليا. مش مبسوط عشان ما وقفتيش وغنيتي قدام الناس. ده
هو ازاي صوت جدي طالع عندك من على الموبايل مش من العربيه؟ عشان هو على طول كان بيطلع من عندي من على الموبايل مش من العربيه. يعني ايه؟ يعني مفيش جدي؟ طب ازاي؟ من اول مره شفتك وانا كان نفسي اقرب منك. تقدري تقولي كده كنت معجب بيكي، كنت بستنى اي فرصه عشان تقربني منك، بس للاسف الفرصه دي عمرها ما جت. أنا قلقت عليك، قلت أروح أشوف إيه الحكاية. قول لي بقى إيه حكايتك بالظبط؟ عينيك ما اتشالتش من على بنت وهي بتستلم الأكل، وبعد كده جيت قعدت جنبينا على الترابيزة، وبقى عينيك وودنك ضيوف معانا على الترابيزة. ما تقول لي حكايتك بالظبط. أنا؟ حضرتك بتتكلم عليا أنا؟ حضرتك تقصد علاء؟ كان قاعد على الترابيزه اللي ورايا دي، زميلنا هنا بيمشي على الحبل، انا ممكن ادعو لحضرتك حالا. حلو، عجبني الشو ده، عجبني. ما يا ابني مش محتاجه مفهوميه. يا معجب بيها يا معجب بيها، معجب بالكومبو لارج اللي في ايديا. ما تقول لي من الاخر يا ابني حكايتك ايه؟ يا فندم حضرتك بتتكلم على ساندي؟ ساندي دي زميلتي، وطبيعه العلاقه بين الزملاء غير طبيعه العلاقه اللي حضرتك تقصدها تماما. انت بتشتغل يا ابني. حلو. وبعد ما شادي مصارحني بحبه ليكي وبالخطه اللي عاملها وفي نفس الوقت يغير من حياتك، طبعا فوجئ ان انا بدل ما اهزقه لاني بشجعه. انا عايزك تكمل الحكايه للاخر. للاخر؟ يعني انت بجد مش زعلان؟ بالعكس، ده انت جيت نجده من السما، لان انا حاولت مليون مره وفشلت. يمكن خطتك دي يا ابني يحصل فيها المعجزه وتغير حياه بنتي. وانا اقول لك على كل المعلومات عن المرحوم ابويا، وكمان هعمل نفسي ان انا مش عارف ومصدق ان روح ابويا بتكلمها، ايه رايك؟ سبحان الله ونعم بالله. ويوم ما كان شادي راكب معاك العربيه انا اللي كنت بكلمي بداله على اني جدك. اصحى يا جد، انت خايف مني ولا ايه يا جدو؟ اخاف من مين يا رب؟ احب اجيب لك اسئله زي بودي وخليك تعملها على روحك. قول لي يا بابا ان ده كابوس، قول لي انت ما اتفقتش مع جدي، قول يا بابا والنبي. لا يا ساندي، ده مش كابوس، دي حقيقه. ما تقوليش انت كمان عارف. هو بصراحة حبيبتي أنا في الأول ما كنتش عارف، بس لما عرفت حسيت إن هي فكرة لطيفة ممكن تغير لك حياتك بشكل أو بآخر.
انت عرفت ازاي؟ يوم ما شادي جالنا البيت عشان يطلب ايدك اعترف لي بالموضوع وحكى لي الحكايه وقال ان هو استغل موضوع بودي ان الناس ده حجه وخده على الدكتور معاكي عشان يوريكي بنفسك ان صوت جدك طالع من العربيه وهو قاعد جنبك عشان يسبكها عليكي. اول مره احس ان انا هبله قوي كده. دايما الناس كانت بتقول عليا هبله بس النهارده صدقتهم. اول مره احس ان انا كنت صح لما بعدت عن كل الناس حتى اقرب الناس ليا طلعوا بيخدعوني. وليه ما تقوليش بيحبوكي؟ بيحبوني؟ انت شفتني كل يوم وانا بتعذب. عملت كل ده ليه؟ عشان اغني؟ لا عشان تبقي ساندي الواقفه قدامنا دلوقتي مش ساندي بتاعت زمان. وانا نفس البني ادمه ما اتغيرتش اهو. لا يا حبيبتي مش نفس البني ادمه. فاكره ساندي كانت عامله ازاي؟ مش دي ساندي اللي قدامنا دلوقتي. ساندي اللي قدامنا دلوقتي ما بتخافش تختلط بحد. بالظبط. ساندي اللي واقفه قدامنا دلوقتي ساندي جديده. ساندي اللي خرجت من عزلتها وبقت تكلم الناس. ساندي اللي بقت تلبس فساتين زي البنات. ساندي اللي حبت واتخطبت بعد ما كانت خايفه تقرب من اي حد. انت كل اللي انت فيه دلوقتي ده بسبب اللي احنا عملناه. بصي شوفي انت بقيتي فين دلوقتي. انت من ساندي اللي كانت بتخاف تقابل كل الناس لساندي اللي هتغني في حفله كبيره قدام جمهور كبير مع نجم كبير. سيبوني في حالي. انا عايزه ابقى لوحدي زي ما كنت عايشه. مش عايزه لا مسابقات ولا تمثيليات. انا عايزه اروح. مش عايزه اشوف حد. مش عايزه اشوف حد. هتهربي من وجهه تانيه يا ساندي؟ بس خليكي عارفه كده هتفضلي طول عمرك عايشه هربانه. حياتك متوقفه على حاجه واحده بس دخولك الحفله. وتطلعي الخوف اللي عايشش جواكي. مفيش اسهل من الجري والهروب. اجري اهربي. عيشي جبانه. بس خليكي عارفه انت كده هتخليني عيط. كده هتخليني اموت وانا خايف عليك. مش مطمن عليك خالص. طب انت بتعيط ليه دلوقتي يا بابا؟ الكيس ده عازمني في حالي. طب ما تعيطش طيب. عيط عيط عشان مش عايزه تريحي قلبي وتطمنيني عليكي قبل ما اموت. طب اهدى طيب اهدى. على فكره مفيش راجل بيعيط. لا تديني بعيط انا راجل اهو. طب اهدى وانا هجيب لك الفرايز اكسترا تشيز اللي انت بتحبها. مش عايز منك حاجه. انا هعمل دايت. ايه انت جاي دلوقتي تعمل دايت يا بابا؟ طب اهدى اهدى. طيب انت عايز ايه دلوقتي؟ عايز تخش تغني في الحفله حتى لو خسرتي هتكسبي ان انت واجهت خوفك وتغلبت عليه. شايفة ايه جوه مرايتك؟ شايفة نفسك ولا نفسك؟ ولا بتحاولي تلاقيه ولا بتداري في حقيقتك؟ شايفة ايه جوه مرايتك؟ شايفة نفسك ولا نفسك؟ ولا بتحاولي تلاقيه ولا بتداري في حقيقتك؟ شايفة صورة نفسي طفلة وردة بس لسه قافلة حابة نفسي بس كارهة أي حاجة بتيجي غفلة. شايفة صورة نفسي طفلة وردة بس لسه قافلة حابة نفسي بس كارهة أي حاجة بتيجي غفلة. ليلى 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 ولا عايزة تهمشي بصة واحدة طب عليه. طب قولي لي شايفة ايه؟ شايفة قلبك عاوز ايه؟ ولا عايزة تهمشي بصة واحدة طب عليه. شايفة قلبي جوا حيرة بنت وحشة هتضفيرة ومخوفاني اي حاجة تافهة كانت او كبيرة. شايفة قلبي جوا حيرة بنت وحشة
شفت نفسك في المراية ونسيتيها بص تاني هتلاقيها خايفين للحقيقة مش هنرتاح لو دقيقة هي صعبة كمان ومرة بس بتنجي الحقيقة طول ما خايفين للحقيقة مش هنرتاح لو دقيقة هي صعبة كمان ومرة بس بتنجي الحقيقة بصوا يا جماعة أنا عارف إن ساندي ما كسبتش المركز الأول. المركز الثاني هي كسبته خلاص. بس في مفاجأة النهاردة إحنا عايزين كلنا نشاركها مع ساندي. جاهز؟ جاهز. أنا لما جيت لك بيت باباكي عشان أخطبك ما كنتش عارف أنتي موافقة بجد ولا اتدبستي. فدلوقتي أنا بسألك تاني. صدقيني أنا مش هزعل من أي رد. تتجوزيني؟ ساندي إيه يا جماعة؟ إيه رأيكم؟ وافي 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 موافقة الله كلها سقف لهم جامد يا جماعه الف مبروك يا غيمة الله يبارك فيك يا حبيبي البنت ساندي بقت عروسه وكبرتنا قوي اتكلم عن نفسك انا لسه بصحتي يا عم انت بتعافر في ايه أول مرة أركب العربية من زمان وما خافش من روح أبويا الله يرحمك يا بابا يا بطل الله يرحمه ناطق أصلك الله يجحمه مطرح ما راح تقرفني دنيا وآخر إيه ده؟ إيه الصوت ده؟ خلاص يا شادي بقى أنت استحليتها ولا إيه؟ يا جدع أنت بطل الحركات دي شادي يا جماعة أنا موبايلي في جيبي أصلا إيه ده؟ أمال مين بيتكلم؟ مين؟ أنا تيتا يا قلبي تيتا ماما ماما